بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء باب من أبواب ربنا العظيمة، اللي لو الواحد صدق فعلا إن ربنا بيحبك تدعي، يقول له أحبك ربي بكثرة الدعاء. اللي لما الواحد يصدق فعلا إنك أنت لما تدعي فعلا ربنا يستجيب، ربنا بيحب يسمع صوتك وأنت بتلجأ إليه، صدق إنه بيستجيب، صدق. بل لما تحس ان انت مفيش حواليك حاجه ناقصاك، ادعي دعاء العباده، يا رب انا محتاج لك وخلاص، محتاج لك، انت فقير، انت عبد. فزوره النهارده من فوازير احوال المحبين، فزوره واحد دعا دعاء غريب جدا وكانه كان مصدق فعلا وعلى يقين ان ربنا يقدر يستجيب للدعاء بالتفاصيل دي. في غزوه احد سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول كان جنبي واحد من الصحابه بيدعي: يا رب بكرة الغزوة اللهم إني أسألك رجلا شديدا بأسه قويا حرده، يعني عنده غل شديدا بأسه قويا حرده، أقاتله ويقاتلني فأقتله. أدي واحد. ثم تبعث لي رجلا آخر شديدا بأسه قويا حرده، أقاتله ويقاتلني فأقتله. ثم تبعث لي رجل شديدا بأسه قويا حرده، أقاتله ويقاتلني فيقتلني ويبقر بطني، يفتح لي بطني، ويجدع أنفي، يضربني هنا، ويقطع أذني، يمثل بي، يقطعني في سبيلك، حتى إذا جئت يوم القيامة فتقول عبدي فيما هذا، إيه اللي حصل لك؟ طبعا ربنا يعلم، لكن أنا نفسي في الموقف ده، إيه اللي حصل لك يا عبدي فأقول فيك يا رب، فتقول لي خش الجنة. نفسي يا رب الموقف ده يحصل بيني وبينك بكرة يوم القيامة، فنفسي بكرة بقى اللي هو بكرة في الدنيا يحصل فيها كده، وإنت تقدر يا رب تحقق لي أمنيتي. كل واحد ليه أمنيته، قد تكون أمنية بالنسبة لك إيه الدعاء ده، لكن دي أمنيته. والغريب أنه بسبب يقينه فعلا. سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول تاني يوم بعد الحرب شفته واقع جنبه اتنين مقتولين من المشركين، وهو واقع جنبهم، الظاهر التالت قتله زي ما هو طلب بالظبط، وبطنه مفتوحة وودنه مضروبة وعذرا مقطوعة ومناخيره مضروبة بالسيف. فصرخت قلت صدق الله فصدقه الله، كان بيدعي بصدق. كل واحد فينا عنده هم بقى في الدنيا، ممكن ما يكونش فيه حروب في بلادنا، بس أكيد اللي ماتوا في الثورة شهداء كانوا بيدعوا إنهم يموتوا شهداء، وأكيد كل واحد عنده هم محتاج يقول لربنا عز وجل: يا رب ده همي بين إيديك وأنت على كل شيء قدير. مين صاحب القصة دي؟ هل سيدنا عبد الله بن الزبير، ولا سيدنا عبد الله بن جحش، ولا سيدنا عبد الله بن رواحة؟ فكروا كويس، مستني إجابتكم. تقبل الله.